السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مرحبا بكم في قناة جديدة وسلسلة جديدة. سلسلة اليوم ستكون حول 5 ألعاب رائعة جدا، منها ألعاب الأكشن وألعاب سباق السيارات والإثارة وألعاب أيضا كرة القدم وألعاب المغامرات من طبيعة الحال. إذا إن أعجبتك أو إن أردت هذه الألعاب، ما عليك والضغط على زر سبسكرايب وكذلك تفعيل الجرس لكي لا نكثر الكلام، اربط الحزام لننطلق. تارجت هذه اللعبة محورها أنك تقوم بمهاجمة الزومبي ومحاربتهم أيضا في مدينة خالية من الناس أنت لوحدك موجود فيها. يمكنك من هذه اللعبة أن تطور أسلحة، أن تطور قنابل، والجرافيك الخاص بها نوعا ما جيد، يمكنك تشغيله على الهواتف الضعيفة وأيضا الهواتف المتوسطة والقوية من طبيعة الحال. إذا أترككم تكتشفونها. اللعبة الثانية، الكثير الكثير منكم يعرفها، سونيك داش. هذه اللعبة قديمة جدا ولكن أصبحت بحلتها الجديدة، أضافت شركة سونيك لها بعض التحديثات وبعض المغامرات أيضا، مما جعلها رائعة جدا وسهلة التحكم. أدعوكم بتحميلها وتجربتها، صراحة لعبة رائعة رائعة جدا، يمكنك تحميلها من تحت الفيديو، جميع الروابط تحت الفيديو، يمكنك تحميل منها هذه اللعبة أو الألعاب القادمة بإذن الله. إذن أترككم مع هذه اللقطات لهذه اللعبة. اللعبة الثالثة وهي مودرن سترايك اونلاين. هذه اللعبة فكرتها مماثلة جدا لكونتر سترايك، يمكنك اللعب فيها في اونلاين او اللعب لوحدك. لعبة جميلة، جرافيك متوسط، وكذلك يمكنك اللعب بها في الهواتف الضعيفة او الهواتف المتوسطة. اذا اترككم مع هذه اللقطات لهذه اللعبة. اللعبة الرابعة وهي لعبة دريم سكور. هذه اللعبة الكثير منكم ايضا، لعبة كرة القدم جميلة جدا، سهلة التحكم وايضا خفيفة الحجم، وبها العديد العديد من الخيارات كما تلاحظون. لعبة جميلة جدا، والجرافيك نوعا ما متوسط، ولكن انا ركزت في هذه الحلقة على الهواتف الضعيفة لان العديد منكم لا يمتلك هواتف قوية جدا تمكنهم من اللعب بالعاب كبيرة أو لها جرافيك عالي. إذن أترككم مع هذه اللقطات لهذه اللعبة. اسفلت 8 اصبحت لها او قامت شركة اسفلت بعمل تحديث لها، مما جعل اللعبة خرافية ورائعة جدا. هذه اللعبة خاصة للهواتف المتوسطة، اما الهواتف الضعيفة لا انصحه بتحميل هذه اللعبة، لان عندما اضافت شركة اسفلت لها تحديث اصبحت حجمها حوالي جيجا ونصف، مما جعل الامر صعب. هواتف ضعيفة يمكنك تحميلها بالهواتف المتوسطة الحجم او متوسطة المواصفات عفوا، واللعب بدون اي مشاكل. والى اللقاء الى حلقة مقبلة باذن الله. ان اعجبتك هذه السلسلة من الالعاب يمكنك الضغط على زر لايك، نعم لايك لايك لايك، لن تخسر اي شيء، اضغط على زر لايك، وكذلك قم بالضغط على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس لكي تتوصل بكل جديدنا وكل سلسلة الالعاب التي تحبها باذن الله. اذا الى اللقاء وإلى حلقة مقبلة.